بيحصل في جسمنا اصلا سيكونس كده لما بنوقف السكر. انت لو انت واحد متعود كل يوم بعد الغداء بتحب تحلي، لو انت ما حليتش في يوم هيحصل ايه؟ هتحس بالصداع، هتحس زي ادمان. هو السكر ادمان، سكر ادمان، هيجيلك صداع، هيجيلك صداع وهتحس ان انت في حاجه مش طبيعيه مش قاعد. طب ده مش معناه ان السكر وطي في الجسم بتاكل حاجه مسكره عشان وطي. لا السكر ما وطيش ولا حاجه، مش معناه كده، معناه ان انت اوريدي كميه السكر اللي انت واخد عليها اقل شويه عن الايه اللي انت بتاخدها كل يوم. فطبيعي ان ممكن يحصل ايه، دي اول حاجه من الاعراض اللي بتحصل عادي بعد نص ساعه حتى من الوجبه لساعه انت بتحس كده، تمام. بعد 3 ايام بتبدا مزاجك وحش، انت ادمان زي الادمان بالظبط. بندخل في ان احنا حاله اكتئاب علشان نتيجة نقص السكر اللي انت هذا ما كنت أمر به قبل أن أخذ اللوزية. وبعد كده كان عندي اكتئاب بس خدت دلوقتي حتى حاسة دي مشكلة بقى. ليه بقى؟ لو احنا كنا صبرنا وما أخدناش اللوزية بعد أسبوع بتبدأ ان انت مزاجك يبدأ يتحسن. بعد 3 أسابيع من وقف السكر الأبيض تماما انت بتبقى خلاص كده تخلصت من إدمان السكر، ما بيجيلكش كل الأعراض دي ولا انت مرتبط. 3 أسابيع بالظبط، بس ما بتدخلش سكر أبيض يعني، فاهم؟ خالص موقف سكر خالص. بعد 3 أسابيع انت فعلا بتتعالج من الادمان. يعني احنا بنتكلم بادمان ادمان، يعني ادمان ادمان هو التعافي من الادمان بالظبط. 3 أسابيع بتبقى خلاص، وده اللي بيقوله حتى الناس اللي مثلا لما يكونوا بيعملوا دايت او كده ويوقفوا سكر ابيض خلاص ما بيبقوا